نطفة الإنسان الناضجة. نرسم قوس مقابل قوس ونسد هاي النهاية، نحط خط هنا يعني نسدها، والثاني هم لي جوا هم نفس الشي، هم هنا نحط خط هتشي. اسم الرأس يحتوي بداخله نواة، بس ما هي نواة كبيرة، بس هم راسمينكم اياها، بس طالع من عندها بس بشي مستطيل. هاي النواة بداخلها كروموسومات، 23 كروموسوم، وحاملة يا اما واي اللي يحدد الجنس، او اكس اللي اذا اكس بنية واذا واي ولد، اذا يحمل المعلومات الصفات الجنسية والجسمية مالت الابو، نص نص المعلومات، 23 كروموسوم. وهنا هي كبيرة، هي ترى مدور النواة، شوف هاي النواة، هاي النواة بس هما طالع من عندها بس شوية مثل مستطيل. هاي النواة لابسة قبعة بالرأس، يسموها القبعة الرأسية. شنو بداخلها؟ داخلها انزيم يذوب الطبقة، المنطقة الشفافة بالبيضة، اسمه الجسم الطرفي. هذا هاي النواة مغطاية بقبعة رأسية تحتوي على انزيمات، شوف هاي المنطقة الشفافة بالبيضة، شوف القبعة الرأسية هاي الحاوية على الجسيم الطرفي، هذا الجسيم الطرفي عند حافته الأمامية. وظيفة الجسيم الطرفي تكوين مواد ذات طبيعة إنزيمية تعمل على تحلل أغشية البيضة، وبذلك تسهل مرور النطفة على سطح البيضة. نرسم القبعة الرأسية نفسها هنا، نفس هاي مو سوينا هيجي، هم هنا نسوي جوها هم خط ثاني أكبر أكبر من هذا المستطيل. هنا هذا مو رأس، اكو مثل هنا احنا نقول رقبة او عنق، نحط هنا قوس، هنا حطينا خط هيجي مثل القوس، وهنا قوس ثاني، ونظل الاسم العنق. شوفي يحتوي العنق على اجسام مركزية مسؤولة عن الانقسام بالخلية، يا خلية المخصبة من النطفة تروح تخصب مني تدخل الرأس والعنق، وتبقى هاي الأجزاء الباقية تبقى برا، فالنواة تتحد ويا نواة الأنثى لأن حاوية نص العدد كروموسومات. المنطقة الثانية اللي هي العنق تحتوي على مريكز مسؤول على عملية الانقسام، هذا بس هو ما كاتب لكم إياه، بس لازم تكتبون العنق. شوف هنا عند الإخصاب ينفصل الرأس والعنق بقى انفصل. إذا النطفة الناضجة تتميز من واحد الرأس، اثنين إيش اسمها القطعة الوسطى. نرسم خط هنا وهنا خط ثاني، هاي قطعة وسطية اسمها. تحتوي القطعة الوسطية على محور من النبيبات طويلة، يعني شنو نحط هنا خط خطين اثنين هنا بداخل، هي مو خطين هواية نقاط، شلون الصوت اللي درسناه باليوغلينا بالخامس عبارة عن نقط هواية خطوط يعني، فهنا نرسم خطين. هسه احنا عندنا نرسم خطين نوصلها حتى بالذيل، اذا هاي يسميها نبيبات طويلة، يعتقد انها تسيطر على حركة الذيل. شوف هاي القطعة الوسطى بداخلها خط، هاي نبيبات طويلة موجود حتى بالذيل، شوف هاي النبيبات هاي هنا تبدي من البداية وبالذيل يصير خط واحد. المنطقة الثالثة هو الذيل، نرسم الذيل بقى، احنا سديناها هاي، نرسم الذيل نحط خطين مثل هنا، شلون خطين مثل يساوي اكبر من هاي الخطين اللي هنا، شوف هنا مثل يساوي حطينا، ننزل هذا ماكو هذا سي متعرج، نازل ونصعده ونوب ننزل، احنا كيفنا بعد يعني مثل حية نسوي هيجي وننزله. هذا الخط الثاني نحطه وياه نصعد هم هيجي نكمله وياه. نبقى سدينا انه شو نسوي، نحط خط واحد هيجي نصعد اللي فوق، نكتب ذيل. اذا تتميز النطفه الناضجه من راس وقطعه وسطيه وذيل، ما ونحط هنا تأشير العنق،